الطبق الثاني هو مش فاهيتا، هو شبيه للفاهيتا. هو بياخد اوسترا صوص وبياخد صويا صوص، بس انا مش هعمل كده، انا همشيها كده يعني، همشيها بالتمصيره بتاعتها. حته لحمه حلوه جدا رفيعه قوي، هبدا اشتغل بيها بشكل بسيط جدا. وحضرناها عندي مشروم، عندي ليها بصل، عندي ليها جنزبيل برضو، وعندي ليها توم. واحده واحده. اول الكلام عندي سنه زيت في الطاسه دي، بس سنه شويه يعني. حلو. وعندي اللحمه بتاعتي تسخن كويس الطاسه، بس اهم شيء. وهبدا هنا ابهر اللحمه الاول بفلفل اسود الاول، ماشي الكلام. واجهز عندي التومه، بس مش دلوقتي عشان خاطر ما تنزلش معايا، تبقى يعني تحس ان هي دخلت في مرحله ال 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 تتحرق بسرعه. حلو الكلام. اجيب عندي اللحمه كده، حلو، ده الطبق التاني. وقلبها براحتها خالص وسيبها تتعايش. ابص بس على حاجه، ماشي. شوح اللحمه عادي جدا، فيها فلفل اسود. اقطع البصلية دي كده بمنتهى البساطه، اعمل كده. اللحمه اتشوحت بالبصلايه، سنه جنزبيله حلوه، جنزبيله دي بدلع الجنزبيله اهو. واقلبهم كويس كده اهو بالشكل ده كده اهوت اهو، ماشي. جنزبيل مع التومه اللي اتفقنا عليها. ما اجيبش الحل، ما اجيبش المعلقه دي واروح جايب بيها توم كده بقى، ما هبوظ ده. طب بس كل حاجه انا بفتكرها، بحب دايما اقول لحضراتكم واحده واحده. معلقه صغيره كده، بقلب فيها البصل مع الثوم، ريحه عاليه جدا. فلفل الالوان ينزل خلاص، انا قفلت طبق اللحمه استوت، يبقى قفل. مشروم، ماشي الكلام. السويت كورن، جميل كده، خلاص خلصنا كل حاجتنا. سبايسي انا مش هحط لها فلفل حار خلاص، ليه؟ انا حاطط الفراخ فلفل حار، ما يبقاش كله مشطشط يعني، ما يبقاش الحلو اكل يبقى حلو وهو في شطه كتير، لا خلينا كده نبقى لطاف جدا. حتى عندي فلفل اسود، ابهر حاجتي دلوقتي. حلو الكلام. وحبه ملح، هوبا مني اللي انت مش متوقعه دلوقتي، اللي حضرتك مش متوقعه ده اللي لازم انا اوصله لحضراتكم دايما. هتقول لي ليه؟ هقول لك عشان تبقى جوسي، ما تحسش ان هي ناشفه. خضار يتاكل يبقى جوسي، يبقى واضح قدام حضراتكم الشكل ده. شايف المنظر الطبق عامل ازاي؟ هو بيبقى فيه اوستر صوص وفيه صويا صوص وفيه سبايسي وفيه كمان حط له فلفل حار زي ما اتفقنا، وعادي جدا بيشتغل. انا اجيب طبق، نغرف الطبق بمنتهى البساطه. الطبق خلص، بسيط وسهل سريع، ما فيهوش اي حاجه خالص، بمنتهى البساطه. حتى بهاراته خفيفه جدا، ما فيهاش صعوبه. مشروم، خضار، شكل هو ده.